طابت أوقاتكم من جديد في تغطيتنا المفتوحة والتي وصلنا فيها لقراءة للموقف الأمريكي تجاه معركة طوفان الأقصى وآخر المستجدات، والحديث حول عمل واشنطن من أجل التوصل والدفع إلى التوصل إلى هدنة في غزة تستمر إلى 6 أسابيع، وذلك بحسب ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس عندما التقى الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض في واشنطن. للحديث عن قراءة تطور الموقف الأمريكي اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا من واشنطن مباشرة، المختص بالشأن الأمريكي الأستاذ خالد الترعاني. مساء الخير أستاذ خالد. تحية لك ولمشاهديك، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، دعني أبدأ معك قبل أن نذهب إلى الجهود التي أعلنت عنها واشنطن حول الدفع للتوصل إلى صفقة بين حركة حماس و حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتفاصيل ما يتعلق بها، ولكن يعني بات الحديث مؤخرا حول تسريبات صحفية تأتي من وسائل إعلام إسرائيلية تارة وتارة أخرى من وسائل إعلام أمريكية عن تعاظم الخلاف بين بنيامين نتنياهو والرئيس بايدن، حتى أنه يعني وصفه بأوصاف بذيئة بايدن عن نتنياهو. حقيقة ذلك أم أنه شيء للاستهلاك الإعلامي؟ كيف لك أن توضح لنا الأمر؟ بدون أدنى شك أن الخلافات داخل كابينة الحرب الإسرائيلية ذاتها متعاظمة، بسبب أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة يخدم سيدين، وهو الأولى به، وإذا أراد أن ينتصر عليها أن يخدم سيد واحد. السيدين اللذان يخدمهما بنيامين نتنياهو هم أولا رغبته بالبقاء، يعني هي نزعة وجودية تنازع لبنيامين نتنياهو، يعتقد أن حياته السياسية وقد يكون حتى حريته مرتبطة باستمرار هذه الحرب. والسيد الآخر هو رغبته بأن يخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي ويريد أن يحقق انتصار لجيشه. بالمقابل المقاومة الفلسطينية تخدم سيد واحد بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الشعب الفلسطيني وهدفها الوطني وأجندتها الوطنية، ولا تنازعها أي أشياء أخرى. فهذه الخلافات في داخل الكابينة الإسرائيلية هي أنا برأيي ولكن اسمح لي أن أوضح أكثر. أعتقد بأنك لم تسمعني بشكل جيد أستاذ خالد، كنت أقصد الخلافات المتعاظمة ما بين بايدن وبنيامين نتنياهو بحسب التسريبات الإسرائيلية والأمريكية أيضا. نعم، يعني هذا أيضا يأخذني إلى أن نقول أن هذه الخلافات داخل الكابينت أيضا تترجم إلى خلافات خارج الكابينت مع حلفاء دولة الاحتلال الإسرائيلي. فالاختلاف بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على سبيل المثال لا يختلف كثيرا عن الخلافات مع الإدارة الأمريكية وبنيامين نتنياهو، وأنا أعتقد أنها خلافات حقيقية، ولكنها ليست خلافات على الأهداف تماما كما هو الخلاف مع بيني غانتس يعني بالآخر من كابينة الحرب. هم لا يختلفوا على الأهداف وإنما يختلفوا على الأدوات. بنيامين نتنياهو يريد أن يذهب إلى أقصى درجات التدمير والقتل والإجرام، وهؤلاء يقولوا يعني حتى لا يكون منظرنا بايخ، يعني إن صح التعبير، فلنتعامل وكأننا نحرص على حياة المدنيين. الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس خلال المؤتمر الصحفي مع الملك عبد الله الثاني كان واضحا بأنه قال، وإن كان هو ليس مع وقف إطلاق النار، ولكن قال يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم قابلة لأن يتم التحقق من دقتها وقابلة للتنفيذ تستثني المدنيين. ولكن هذا طبعا غير ممكن، كنا نقول عن قطاع غزة أنه البقعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم عندما كان القطاع كاملا، الآن 3/4 سكان قطاع غزة محصورون في ربع القطاع، بمعنى أنه يعني تضاعفت كثافة السكان فيه، ويريد الاحتلال الإسرائيلي أن يخوض معركة قاسية وقوية وعنيفة ضد المقاومة الفلسطينية في هذه البقعة، ثم يحاول أو يدعي أنه يريد أن يتفادى إصابات بين المدنيين. أنا أعتقد أن الاحتلال كاذب، وأن من
يعني يتحدث عن خطة لتفادي المدنيين هو فقط يعني يقوم بعملية علاقات عامة وليس أكثر. أنا برأيي كان الملك بالأمس عن أن هناك 100,000 من الشهداء والجرحى والمفقودين، والحديث عن هذا الرقم المهول في الحقيقة برأيي كانت رد قوي وجيد على ادعاءات الرئيس الأمريكي بأنه يجب أن يكون هناك تفادي للمدنيين. الرد هو أنه 100,000 من الشهداء والجرحى والمفقودين، هذا يعني أنه لم يكن في أي وقت من الأوقات تفادي قتل المدنيين على الأجندة الإسرائيلية في أي مكان، لا في الأسفل ولا في الأعلى. ولكن كيف أفهم، أنت تطرقت أيضا فيما يتعلق بحديث بايدن حول حماية المدنيين، لماذا يصر على ترويج هذا الوهم والتضليل من أجل مخاطبة الأمريكيين بأن هناك حرص أمريكي من أجل يعني الحفاظ على أرواح المدنيين وبأنه بحاجة إلى خطة موثوقة من أجل هذه العملية التي ستنفذ في 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 رفح، علما أنه قال بأنه عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة من المدنيين هم أبرياء وأطفال، هكذا جاء على لسانه أيضا. كيف لي أنا أفهم هذا التناقض؟ نعم، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك مدى الأزمة التي وقع فيها خصوصا على المستوى الداخلي وانتخابيا، وخصوصا في أوساط الحزب الديمقراطي. فالغالبية العظمى من الشباب أو فئة الشباب في الحزب الديمقراطي بين عمر 18 و34 سنة بنسبة تقريبا 71% منهم لا تؤيد تعامله مع العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة، هذا من جهة. من جهة أخرى أرقام بعموم الشعب الأمريكي، الأرقام تشير إلى أن الشعب الأمريكي غير راضي عن إدارته لهذه الأزمة، وهي من كبار الأزمات في الحقيقة أمريكيا أن يكون هناك حرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. فالرئيس الأمريكي جو بايدن وحزب الديمقراطي والحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن تدرك إلى أي مدى هو متورط. يعني 6 من كبار الشركات التي تقوم باستطلاعات الرأي وهي شركات مستقلة، نعم، وصلت إلى نتيجة أن كلها بالإجماع أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات لو أن الانتخابات جرت اليوم. اليوم أستاذ يعني انطلق اجتماع في القاهرة، هذا الاجتماع رباعي من أجل مباحثات ومفاوضات للتوصل إلى هدنة ما بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. بالأمس بايدن تحدث عن وقف القتال لمدة 6 أسابيع على الأقل وإطلاق سراح الرهائن. اليوم يشارك في هذا الاجتماع الرباعي المدير العام لوكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز. ما الذي يحمله ويليام بيرنز من تصور أمريكي من أجل التوصل إلى تلك الصفقة؟ نعم، الذي أراه أنا أن ويليام بيرنز لم يذهب فقط كالمدير عام لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وإنما ذهب كشخص مخضرم في قضايا الأمن القومي الأمريكي من جهة والسياسة الخارجية الأمريكية من جهة. كما تعلم هو كان سفير الولايات المتحدة في الأردن، وكان سفير في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى أنه كان وكيل الخارجية الأمريكية أو نائب وزير الخارجية الأمريكي. فعلاقاته وخبرته حقيقة في المنطقة هي خبرة عميقة، وأعتقد أن هذا يعطيه المزيد من أو القدرة على أن يتحدث بثقة العارف. يعني لو قارناه مثلا الذي سبق بومبيو الذي كان أيضا وزير خارجية، كان لا يعرف أي شيء عن المنطقة، وكان في الحقيقة جاهلا، يعني جاهل بكل كلمة، يعني جاهل توصيف وليس إهانة. بينما ويليام بيرنز أعتقد أنه يعني يذهب بالكثير من الخبرات. الإشكالية هو أن إرسال بيرنز إلى ويليام بيرنز إلى القاهرة يعني يعطينا انطباع بأن الضغط يجب أن يأتي على المقاومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنا برأيي أن هذا يعني غير مبشر بالضرورة. طبعا نعول على الإخوة في مصر وفي قطر على أن يكونوا هم صمام الأمان لهذه الضغوطات، ولكن في الحقيقة ليس هناك
ضغط على المقاومة الفلسطينية أكثر من العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وإذا كانت دولة الاحتلال غير قادرة على أن تخضع المقاومة من خلال الإبادة الجماعية، لا أعتقد أن الدبلوماسية الأمريكية سوف تستخلص من المقاومة أكثر مما قدمت. والرد الإيجابي من المقاومة الفلسطينية للمقترحات من أجل وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، أنا برأيي أنها كانت يعني تتعامل مع كل القضايا التي هي على أرض الواقع. أما المحاولة الحديث عن هدنة لمدة 6 أسابيع، يعني أعطينا مهلة 6 أسابيع، يرتاح الجندي الإسرائيلي، نأخذ المحتجزين ثم نعاود قتلكم أيها الفلسطينيين، أنا برأيي هذا هراء بأفضل التعبيرات. ولكن دعني أفهم نقطة مهمة جدا حول يعني اليوم مواقف في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. مساعدوه يقولون بحسب تسريبات صحفية بأنهم يحثونه اليوم على انتقاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو علنا. واشنطن بوست قالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقترب من نقطة الخلاف مع نتنياهو حول هذا العدوان على غزة. يأتي تساؤل إذن، ما الذي سيدفع بايدن إلى التوقف عن الدعم اللامحدود لهذه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إذن؟ يعني أنا حقيقة عندي إشكالية بصراحة أننا في الشرق بشكل خاص يعني نحتفل كثيرا بأي تصريح وإن كان يعني غمزة هيك أو ابتسامة من الرئيس جو بايدن، نعتقد أنها تحمل الكثير. هي لا تحمل أي معنى. هو قال الإسرائيلي كان over the top، كان أكثر مما يجب أو مبالغ. طب يكثر خيرك، يعني بعد أن استشهد 30,000 فلسطيني، 100,000 بين شهيد وجريح ومفقود، وأفضل رد تستطيع أن تأتي به أن هذا الرد مبالغ فيه. لا، هذا ليس مبالغ فيه، هذه جريمة، هذا إبادة جماعية، هذا عملية قتل جماعي، هذه جرائم حرب. أما over the top يعني كتير ناعم رد الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأعتقد أن الحديث عن أنه قد يعني يكون الخلاف يخرج إلى العلن، الخلاف إلى العلن لن يخرج عن مثل هذه الكلمات الناعمة الفارغة المجوفة التي لا تعني شيء. الولايات المتحدة ما زالت حجر الزاوية في سياستها الخارجية هو دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت لك في البداية أن الاختلاف هو على الأدوات وليس على الأهداف، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تختلف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنها غير مختلفة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. هي متماهية تماما مع أجندة الاحتلال، هي فقط لا تريد أن يكون هناك الكثير من القتل، يكون كمية أقل من القتل، وأن قتل يعني 10 أطفال فلسطينيين أفضل من قتل 20 طفل فلسطيني. لا، نحن لا نريد لأي من أطفالنا أن يقتلوا، ونريد لكم أن توقفوا هذه الحرب الهمجية. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن الرئيس جو بايدن أيضا يحاول أن يعني يرسل بعض الرسائل على أننا فعلا مختلفون، وهم مختلفون مع نتنياهو، ولكن أيضا يريد أن يرسل رسائل لمصر بأننا لن نرضى بأن يكون هناك تهجير للفلسطينيين. وبرأيي أن إذا كان هناك شيء إيجابي في خطاب الرئيس جو بايدن بالأمس خلال المؤتمر الصحفي مع الملك عبدالله الثاني، هو أنه قال وبصريح العبارة بما لا يدعو أي مجال للشك، طبعا إلا إذا كان يعني يكذب كذبا بواحا على الملأ في مؤتمر صحفي، قال أنه أن الولايات المتحدة موقفها هو رفض أن يتم تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة. هو يعني كان واضحا، لم يقل إلى خارج رفح، لم قال الولايات المتحدة موقفها رفض خروج أو إخراج أو تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، مما يعني أنه يعني لا خروج إلى مصر حسب تعبير الرئيس الأمريكي جو بايدن. لا أعول الكثير عليه، ولكن لا أعتقد أنه سيقول كلام بهذا القوة وبهذا الوضوح. نعم. وهو يعلم أنه سوف يتم مخالفة مثل هذا الكلام أو مثل هذا التصريح أو هذا الموقف الأمريكي. دعنا نذهب إلى نقطة مهمة جدا ولعلنا نختم بها أيضا أستاذ خالد، في يعني في ظل الحديث عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، قراءة من الموقف الأمريكي اليوم تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. المفوض العام للوكالة السيد فيليب لازاريني قال إنه لم تتسلم الوكالة أي أدلة من إسرائيل على تورط 12 موظفا كما قالوا بهجمات 7
من أكتوبر. يأتي التساؤل هنا بعد أن سارعت الولايات المتحدة الأمريكية وقبل إجراء أي تحقيق للتأكد من تلك المزاعم والاتهامات إلى قطع تلك المساعدات، هل واشنطن فعلا ماضية في مثل هذا المخطط في ظل الحديث عن استهداف يعني حقيقي من أجل تصفية هذه الوكالة الأممية؟ نعم، يعني هناك ثلاث قضايا أنا أريد أن أطرحها في هذا الموضوع. أولا، كان الأولى بلازاريني والأمم المتحدة والأونروا ألا يعني يتم الاستماع عن خدمات هؤلاء الموظفين قبل أن يتم إجراء تحقيق. نعم. فمجرد أن ادعت دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة أن هؤلاء الموظفين شاركوا أو هم كوادر من كوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس، تم الاستغناء عن خدماتهم دون أن يكون هناك تحقيق. وفي أبسط الشركات مثل هذا الإجراء لا يتم، وهذا مخالف للقوانين ومخالف لأبسط حقوق الموظفين. دعني أقول هذه قضية. قضية ثانية، دعنا نقول جدلا أن هؤلاء الموظفين فعلا هم كوادر من كوادر حماس وشاركوا حتى في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر. هؤلاء 12 موظف من أصل 13,000 موظف، بمعنى 1 بالألف تقريبا، يعني 1 بالألف. أنت إذا ذهبت إلى أي شركة، إلى أي حكومة، إلى أي تجمع بشري، 1 بالألف ممكن أن تجد من هو مختل عقليا، من هو متطرف فكريا، من هو يعني يمارس الشذوذ الأخلاقي أيا كان. نعم. فأنت من 1000، يعني هل أنت يتم الاستغناء عن كل المؤسسة التي تخدم 6 مليون لاجئ فلسطيني بسبب أن جدلا، يعني نقول جدلا، أن 1 من 1000 من الموظفين قد يكون يمارس سياسات مخالفة لسياسات الأونروا؟ لو ذهبنا إلى البيت الأبيض فيه 3,000 موظف، ألا نجد 3 من هؤلاء 3,000 موظف ممن يعتدون على الأطفال جنسيا على سبيل المثال؟ إذا لماذا تغني عن كل طاقم البيت الأبيض؟ حقيقة هذا منطق أعوج، منطق لا يمت إلى الواقع ولا إلى الحقيقة بالصلة. هي محاولة من الولايات المتحدة ودولة احتلال إسرائيلي لمعاقبة الأونروا وليس القضية قضية الموظفين. نعم. أنا برأيي أن الخطاب بالأمس بالمؤتمر الصحفي بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضح جدا، ما تحدث به الملك عبد الله بأن الأونروا هي المؤسسة الأكثر قدرة على أن تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. اليوم هناك 4,000 حاوية موجودة بالموانئ الإسرائيلية مدفوعة الثمن وجاهزة فقط لأن يسمح لها الاحتلال أن تنتقل إلى غزة، ولكن الاحتلال يمارس عملية تجويع ويستخدم الجوع كسلاح حرب، وهذه جريمة بكل القوانين الدولية. أعتقد أن الاحتلال هو المسؤول عن أي طفل فلسطيني يعني يموت من الجوع، وهذا الشيء بدأ يحصل في هذا القرن 21، 2024 أطفال فلسطين يموتون من الجوع بسبب الحصار. كنا نتمنى أن يكون المخرج أو المدخل إلى المواد الإغاثية والشاحنات من الجانب المصري، وألا نكون معتمدين فقط على الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا بكل أسف الحصار على فلسطين وعلى أهلنا في غزة هو متعدد الأطراف، وهذا شيء حقيقة يعني يترك غصة في القلب. المختص في الشأن الأمريكي الأستاذ خالد الترعاني، كنت معي من واشنطن مباشرة عبر سكايب، شكرا جزيلا. ولازلنا معكم في إطار الحديث عن الموقف الأمريكي الداعم لي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أجرت كاميرا قناة اليرموك استطلاعا وجهت سؤالا لشريحة من المواطنين عن وجهة نظرهم الموقف الأمريكي الداعم للعدوان على غزة، فماذا قالوا؟ نتابع. الحقيقة أن الموقف الأمريكي غير مستهجن من قبل شعوبنا ومن قبل قياداتنا، ومعروف وعلى مدار الزمن، يعني معروف أمريكا وإسرائيل هم توأمان، وبالتالي ما تفعله إسرائيل يطيب جدا للقادة الأمريكيين والساسة، وبالتالي أحيانا قد يجاملون على الصحافة والإعلام والتلفزيون قادة الدول أو الشعوب العربية الموجودة في أمريكا ويقولون كلام قلوبهم تأبى
أن تنفذه، وبالتالي هاي مجاملات سياسية لا قيمة لها على أرض الواقع. وإحنا بنعرف إنه الحقيقة إنه أمريكا لو بدها تنفذ ومن كل قلب وبدها بتقدر تعمل. أمريكا بتفرجيك إنه أنت كشخص يعني إنه نحن ضد هذا العدوان، بس كله مبطن من تحت لتحت صراحة. يعني بتطلع بيجي بيستنكروا استنكار، بعدين بيجي بيطلعوا بمجلس الأمن، شفت قبل فترة رفعوا الفيتو ووقفوا على ضد الموضوع. فطبعا زي كأنك انت بتحكي اثنين مع بعض، هن إسرائيل وأمريكا مع بعض. الموقف الأمريكي هو سياسي أكثر من هو إنساني وقانوني، بالتالي بتحكموا مصلحتهم في المنطقة، وبنلاقي إنه موقف يعني ركيك، ومن ناحية إنسانية بتوجب أنها تتحرك وتأخذ إجراءات فعلية على أرض الواقع أكثر من هيك. والله موقف طبيعي من الولايات المتحدة. يعني في أحد اللقاءات شفتها بايدن بحكي لك أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة في الشرق الأوسط لا اخترعنا ما يسمى بإسرائيل. في أحد اللقاءات سبب الرئيسي في وجود الكيان الصهيوني لحد الآن هو الدعم اللامحدود الأمريكي والتخاذل العربي اللامحدود والطيران الحربي، الطيران الحربي المتطور جدا في إسرائيل. يعني اليوم 130 يوم توقع في الحرب، ولا حدا من الدول 22 دولة عربية ما حدا دخل رغيف خبز أو قادر يدخل رغيف خبز على غزة. يعني بصراحة لو دول عظمى قاعدة بهاي الحرب لانهارت وانهزمت. فالله يثبت المقاومة والله ينصرهم يا رب. بصراحة الموقف مش ثابت على شيء ومشوش ومرة مع ومرة ضد ومرة واضح ومرة مش واضح، وإن شاء الله أنه الأمور تكون أحسن لغزة وللأردن بشكل عام، يعني مش بس لغزة، لأنه كل الوطن العربي سواء أردن ولا مصر ولا أي دولة ثانية كلها تتأثر باللي يصير بغزة، وإحنا كمواطنين شاعرين بهالشيء وراح نشعر إذا استمر هذا الوضع أكثر من هيك. الموقف الأمريكي يعني ما تغير كثير من بداية الأزمة، وداعم للعدوان الصهيوني على إخواننا في غزة. وحتى سمعنا مبارح بالمؤتمر الصحفي المشترك لجلالة الملك والرئيس الأمريكي الاختلاف في وجهات النظر والنظر للأزمة، فيعني للأسف ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المتواصل للعدوان الإسرائيلي دون النظر لأي نواحي إنسانية أو قانونية أو مراعاة القانون الدولي. إذن وباستطلاع الرأي هذا نأتي على نهاية هذه التغطية. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم بحفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم.